يوسف النصيري يبدع ويمتع ويقنع ويزلزل مانشستر يونايتد، يدمر مانشستر يونايتد بهدفين ولا أجمل ولا أروع. ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف يا نصيري. مدرب اليونايتد بعد المباراة مباشرة تغنى بالأسود المغربية يوسف النصيري وياسين بونو. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. إيريك تنهاج مدرب مانشستر يونايتد يؤكد بعد المباراة مباشرة واكتساح إشبيلية لمانشستر بثلاثية نظيفة أن يوسف النصيري واحد من أفضل وأخطر مهاجمي العالم. مدرب اليونايتد تنهاج أكد أن إشبيلية لديهم مهاجم مرعب يدعى يوسف النصيري. استطاع قيادة فريق إشبيلية نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي. أيضا مدرب اليونايتد تغنى بحارس الأسود ياسين بونو وأكد أنه بفضل تألقه وإبداعه وحماية عرينه اليوم حرم مانشستر يونايتد من تسجيل أيا من الأهداف. اختتم أيضا مدرب مانشستر يونايتد تنهاك تصريحاته مؤكدا أن يوسف النصيري أفضل مهاجم في العالم، يقارع هالاند، يقارع ليفاندوفسكي، يقارع بنزيما، يقارع ويقارع ويقارع. وبونو أفضل حراس العالم، إنه أسد مغربي عظيم أثبت ذلك في المونديال الأخير بقطر، ويثبت دوما أنه الأفضل مع فريق إشبيلية.